عليكم ورحمة الله، معكم تما وهالة. اللي نكتب الملخصات لما ما عرفتوني، حبيت نعلمكم اليوم طريقة سهلة لتعلم جدول الضرب لتلاميذ سنة الثالثة اللي هذا من بدأوا هذا الدرس جديد عليهم. حبيت نعلمهم غير بالأصابع فقط، طريقة يعني سهلة تبعوا، يحتاج تركيز فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا زعما مثلا نكتبوا نقولوا 7 × 6، هو هذا يستعمل ابتداء من جدول 6، لأنه من 5 وحبط للتحت سهل، من 6 وطلع يبدأوا الدراري يبدأوا يتخلطوا. المهم قلنا زعما 7 × 6، شوفوا نبدأوا بستة أصابع، 6 6 7، نحبسوا قلنا 7 × 6، هنايا 6 7 × 6، هادو اللي مغلوقين نحسبوهم بالعشرة، 10 20 30 30. هنا شحال بقونا الأصابع اللي مفتوحة؟ منا 3 ومنا 4، 3 × 4 12، 12 + 30 واش تعطينا؟ تعطينا 42. إذا 7 × 6 تساوي 42. نزيد لكم عملية أخرى، 8 × 9، 6 7 8 9، 6 7 8 9 × 8، 10 20 30 40 50 60 70، 70. 1 × 2، 1 × 2 اتناني، 2 + 70 تساوي 72. إذا 8 × 9 تساوي 72. إن شاء الله تكون مفهومة، وإن شاء الله نزيد ندلكم فيديو على التحويل لأنه فيه مشكل بزاف عند الأطفال. السلام عليكم ورحمة الله.